سواء ابننا وسواء اللي جاي وسواء اللي بعده واللي بعده، اللي يعملوه احنا قاعدين يطخونا، يقتلونا، يذبحونا، يشردونا، يهدموا البيوت، يهدموا، يحرقوا الشجر ويحرقوا الحجر، احنا قاعدين في هالارض. الاحتلال هو رواية واحدة عنده، بقتلنا بطخنا بدم بارد وبدعي انه احنا قدرة ارهابية خارقة، شبه اشبال يعني اللي انصاب امبارح، يعني ولا اي رواية بتنطبق عليهم، اشبال صغار 15 16 17 سنة، يعني هذول لا بيقدروا يحملوا ولا بيقدروا يعملوا ولا بيقدروا، لا انه احنا قدرنا وحياتنا عندنا احتلال ارهابي بسوق دعايته وبسوق مواقفه بطريقة ما، وللأسف الواقع العربي والإقليمي والعالمي بيتعاطى مع بتساوق مع دعاية الاحتلال، وإحنا يعني بحاجة إنه مزيد من الوحدة والتراحم والتراص مع بعض مشان نقدر نواجه هذا الخطر الداهم اللي علينا دائما بنعاني منه. والله جرات التسليم هنا من الصبح منتابع مع أجانا اتصالات على إنه ابنكم في أبو كبير، وروحنا في قصة بدنا نشرح أو بدناش نشرح، لا إحنا رفضنا تشريح ابننا حتى إنه ما يكون في يعني شيء مشكوك فيه يعني. وبعد الجهات الرسمية الأخ نادي الأسير والجماعة العاملين ومحامي الأسير في هذا الاتجاه يعني ينزلوا على أبو كبير، وبعدهم بيخلصوا كل الإجراءات هنا. لحد هلا ما فيش شيء واضح وإشي محدد بالضبط اللي نعتمد عليه، وبعدنا بننتظر يعني بمزيد من التفصيل الاستفسار. وكيفنا كأي عائلة فلسطينية، احنا هذا احتلال ارهابي، احتلال قمعي، احتلال صهيوني، احتلال يعني بقتل شعبنا، بقتل اطفالنا، بقتل ابنائنا بدم بارد بتلذذ. انا المغرب رحت على الحاجز نفسه على الجيش نفسه، رحت حكيت معهم مباشرة، يعني ما صابنيش لا الجزع ولا الخوف، ما لمسش انه هو مثلا في مثلا هيك شوية ندم أو شوية، لا لا هو بالعكس هو سعيد وهو مبسوط إنه قتل الناس. يعني كدير أبو مشعل بشكل خاص يعني كمجموعة بشرية من هالشعب الفلسطيني بتعيش في دير أبو مشعل، ولا سنتي من أرض دير أبو مشعل راح للاستيطان، بتلاحم أهلها وبتلاحم مواقفهم الصلبة والوطنية اللي هي تنحدر أصلا من 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 طب هالاحتلال على البلاد، وأبناء هذا البلد بتقاوم بتناضل من هذاك التاريخ لليوم، ولا السجون الإسرائيلية خليت من معتقلين أهل دير أبو مشعل.